احنا المنصة دي الحقيقة بقالنا تقريبا من يناير شغالين فيها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، واللي بتتماشى مع التوجيهات الخاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار. الفكرة عندنا ان احنا واحنا بنعمل المنصة دي بنحاول نشوف ايه المشروعات اللي تقدر تجذب القطاع الخاص، وبنحاول نقلل المخاطر. فمثلا مجال زي الطاقة الجديدة والمتجددة عارفين انها مربحة، لكن مجال زي الزراعة ما هوش مربح. فاحنا النهاردة بنعرض فرصة استثمارية ان انت تعمل اعادة استخدام الزيت الكاكتس او الجوجوبا، بحيث انك تعمل بايو ديزل. فالبايو ديزل ده نوع من انواع الوقود اللي يستخدم في الطاقة. فبنحاول نقرب افكار مبتكرة مش تقليدية عشان القطاع الخاص يقدر ان هو يخش فيها. احنا عندنا الحقيقة 95 فرصة استثمارية محطوطة كعناوين على المنصة الالكترونية، لكن اللي درسناهم كدراسات كاملة مكتملة بدراسات اقتصادية وبيئية هم 6 فرص اللي بنطرحهم النهاردة ب 750 مليون جنيه. هذه الفرص هل ستكون هناك محفزات للمستثمرين للدخول في هذه الاستثمارات؟ تمام. احنا في الحكومة المصرية طلعنا مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء في شهر مارس 2022، لكن الحقيقة في ناس كتير ما سمعتش عنها. احنا الحوافز دي طلعت بعد ما عدينا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عشان ناخد قطاعات ذات حيوية بالنسبة لنا تقدر توفي بالتزامنا في اتفاق المناخ، تقدر توفر فرص عمل وتؤثر في حياة المواطن. كان الاربع مجالات دول الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الاخضر، المخلفات بكافة انواعها، والاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام. ايه الحوافز دي؟ الحوافز دي ان احنا خدنا الحوافز اللي موجودة في قانون الاستثمار، وهو ان انا بعفيه من 14% ضريبة، ان انا بعمل اعفاء تاني ضريبي ما بين 35-53% على مثل هذه المشروعات، بعمل خصم على المعدات اللي هيستوردها من الخارج. وبالتالي عملت 3 حاجات: 1 حطيت خريطة الطريق انا عايزة ايه واولوياتي، 2 عملت مجموعة من الحوافز، 3 عملت حزم استثمارية ببتدي ان انا اعلنها. هل في نسبة مستهدفة بالنسبة للمشروعات الحكومية الموجودة في الموازنة ان تكون هذه النسبة مشروعات متوافقة بيئيا؟ 100% بحلول عام 2030 ستكون مشروعات الحكومة المصرية مشروعات خضراء. الان وصلنا ل 40%، والسنة الجاية هنوصل 50% ان شاء الله.